يعني يا سيد الشنقالي، خلينا نتحدث بصراحة أعلى، حتى في ظل هذه الأزمة والتغييرات التي حصلت والتي جاءت إلى السيد العلاق، هي محاولات لحل الأزمة أم هي صفقات سياسية للترضية للاستحواذ على السلطات النقدية؟ يعني هكذا الآن بدأت الكتابات والتغريدات تقول بهذا، وإحنا مضطرين أن نتكاشف مع شعبنا ومع حكومتنا، هي صفقة سياسية أم ولوج للحل؟ لا لا أستاذ نجم، خلينا نكون واضحين. يعني أنا البارحة قرأت كل قرارات اللي تم اتخاذها خلال اجتماع رئيس الوزراء بحضور البنك المركزي مع الغرف التجارية والقطاع الخاص، كلها قرارات تصب في مصلحة القطاع الخاص وفي مصلحة الاقتصاد. هسه كل الدنيا تحسبها أزمة ارتفاع سعر الدولار، أنا مع أنه هاي أزمة خاصة المواطن الفقير الوضع الاقتصادي، ولكن إذا تجي في كل أزمة يجب أن يكون تستفاد من الجانب الإيجابي. إحنا في هذا الجانب الإيجابي تم تقليل تهريب العملة من العراق بشكل كبير جدا، لذلك علينا أن نعمل على خفض سعر الدولار وفي نفس الوقت نحافظ على عدم تهريب العملة. حتى لو حافظنا عليه، هو اليوم هم أكو تهريب، بس تهريب مو بالمستوى السابق. اليوم هم أكو تهريب، تجار يجون من السوق ويشترون من البورصات ويأدون لرفع الأسعار، بس مو من المستوى السابق. قد يكون اليوم التهريب 20-30 مليون دولار، سابقا قد كان يتجاوز 100 مليون دولار يوميا، يعني فرق كبير جدا. لذلك برغم هذه الأزمة اليوم المبيعات وصلت 87 مليون دولار، 87 قليلة، بعد نحتاج أكثر، لأن عندنا شحة بالسوق حاليا. لحد الآن التجار، بعد ما التجار الصغار إذا فاتوا واخذوا من البنوك، هذا الطلب راح يقل. من يقل الطلب على الدولار بالبورصة راح ينزل سعر الدولار تدريجيا. واليوم قبل ما أجيك تقريبا سعر الدولار كان 159 ألف، يعني في يوم واحد حتى لو كان قرار تغيير مركزي إجراءات أمس، يعني ينزل 50 أو 60 نقطة، ترى مو قليلة، في خاصة بالنسبة للتجار وأيضا حتى بالنسبة للمواطن العادي. وأتمنى أن يعود السعر تدريجيا إلى سعره الطبيعي اللي هو قريب من 100. إن شاء الله يعود يا سيد شنقالي، لكن أنا بخبرتك الجرائم عندما تمر من دون عقوبة ممكن مرشح لها أن تعود في أي لحظة من اللحظات. لماذا مجلس النواب لا يفتح بأثر رجعي الجرائم التي صارت من خلال مزاد العملة والمصارف الموهمية اللي يمتلكوها الوليدات، وكيف تم التهريب والفواتير المزورة خلال فترة حكم رؤساء البنك المركزي؟ ما الذي يمنع؟ لا لا ماكو مانع، بس اكو، انا حسب معلوماتي اكو بعض النواب في لجنة النزاع وصلوا فواتير مزورة وهمية وحولوها إلى النزاع، والنزاع تأخذ دوره بقضاء إلى القضاء. يعني اليوم إحنا مجلس النواب دورنا رقابي، بعد الرقابة إحنا نحول الملفات إما إلى النزاع أو إلى القضاء. اليوم المفروض حقيقة نعم تنقل إلى أكون العراق وين في كل دول العالم عندما يفتح موضوع مثل هكذا ويقولون مثلا بأن هناك تهريب للعملة أو فواتير مزورة أو وهمية، أول من يبادر هو الادعاء العام لفتح هذا الملف. ولكن مع الأسف الشديد أنا أشوف جهاز الادعاء العام في العراق مدى يعمل عمله الصحيح في كل مجالات، حتى في مسألة سرقة القرض كان أداءه ليس بالقوي، حتى في مسائل السرقات الأخرى التي يتحدثون عنها اليوم. خلي نكون واضحين أستاذ نجم، مسألة بسيطة ولو مو موضوعنا، كل محافظات العراق نسبة الكوميشنات على أي مشروع هي 10%، وكلهم يعرفوها، من المسؤولين من النواب من السياسيين، ومن تقول يقول لك هم زين هذا يشتغل 10% مو مشكلة. طيب أنا أشكرك سيد.